الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، معكم محمد الكبيسي وسؤدة الطارق. أهلا بكم، نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها. لا دولة في العالم تتقدم على العراق في أعداد المفقودين. اليوم العالمي للاختفاء القسري يذكر السلطات بآلاف المغيبين. بعد فك طلاسم جرف الصخر، عزم عازم على تفكيك أزمة مغيبي المدن المحررة ويتحرك لصرف التعويضات المتعثرة. دعوة رئاسية لقمة سياسية توازي الإقليمية وتردم الهوة بين الفرقاء، وخطة أمنية استثنائية لتأمين صناديق تشرين. ثلاث جولات من الحوارات الإيرانية السعودية على طاولة بغداد، وأنقرة تقول العراق الآمن يساوي تركيا آمنة. المستثمر يحتاج إلى 89 توقيعاً لاستحصال إجازة عمل، والموازنة الاستثمارية مجمدة منذ 6 أشهر. يحيي العالم في 30 آب اليوم الدولي لاختفاء قسرا، وهي مناسبة سنوية للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة يجهل مصيرهم. ويصنف المجتمع الدولي السجن في ظروف سرية أو غير معروفة يصنفه انتهاكا خطيرا لمفاهيم حقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حالات النزاع المسلح. وتشير التقديرات إلى أن السجن السري موجود فيما يقرب من 30 بلدا، ويعد العراق من أكثر بلدان العالم التي تشتكي من حالة الاختفاء القسري، حيث سجلت المنظمات المدنية إخفاء الآلاف في ظروف مريبة بعد العام 2003. من جهته حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استخدام الإخفاء القسري كوسيلة للقمع والإرهاب ولخنق المعارضين. جاء ذلك في بيان أكد فيه غوتيريش خلاله استمرار وجود حالات الإخفاء القسري رغم حظره بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الظروف، واستغرب استخدام هذا الأسلوب بذريعة مكافحة الجريمة أو الإرهاب، مشيرا إلى أن المحامين والشهود والمعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان معرضون لهذا الخطر على وجه الخصوص. ودعا الدول للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري. هذا وتصدر وسم اليوم العالمي للاختفاء القسري ترند العراق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعالت مطالبات الناشطين والمدونين للسلطات العراقية بضرورة إجراء تحقيقات جدية وشفافة بشأن تغييب آلاف من أبناء المحافظات المحررة دون معرفة مصيرهم. وطالب مدونون السلطات العراقية بالإيفاء بالتزاماتها التي تفرضها القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تجرم الاختفاء القسري وتعاقب المتورطين في تلك الجرائم، مشددين على ضرورة كشف مصير الآلاف من أبناء المحافظات المحررة ومن الناشطين والمتظاهرين الذين كانوا ضحايا لجرائم التغييب القسري خلال السنوات الماضية. في اليوم العالمي للاختفاء القسري تجددت صرخات ذوي مغيبي الصقلاوية التي لم تلقى آذانا مصغية لها سابقا من قبل مسؤولي المنطقة المتواجدين في البرلمان. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. معقولة ضمايرهم ما حست على هالولد هاي الراحت؟ شنو ذا نبهوم؟ ليش هالشكل؟ حتى الحجر حسوا وهم ما حسوا. يبدو أن عبارات هذه السيدة لم تخطئ،
فضمائر المسؤولين في سبات لم توقظهم دموع هؤلاء الأطفال وأنين الأمهات، إذ تستذكر اليوم عائلات الصقلاوية أبنائها المغيبين قسراً بالتزامن مع اليوم العالمي للاختفاء القسري، داعين إلى تحرك حكومي ونيابي جاد للكشف عن مصير أبنائهم. اليوم هذا اليوم يوم الذكرى العالمية، ذكرى سادة وهجام بيوت اللي أخذوهم وخلونا المقيبين، ولا واحد من السياسيين ولا من النواب شاف حال هالمقيبين هاي، ومن جميع واحد بقلبه رحم، إذا أكو ظل رحم، إذا أكو ظل رحم بقلوبهم كاف عادي يهدون هالزلم. تبحث هذه المرأة عمن يرأف بحالها ويعيد لها أبنائها، فمنذ أكثر من 5 سنوات وما يزال مصير المغيبين في الأنبار مجهولا، صرخات تتجدد ودموع لم تنقطع، إلا أن المسؤولين قد صموا آذانهم فيما يرون أن تحالف عزم قادر في المرحلة المقبلة على تفكيك أزمة المغيبين على غرار فك طلاسم جرف الصخر. نطلب من الله ومنك يا خميس الخنجر شوف لنا ويلادنا مثل ما رجعت أهل جرف الصخر، نطلب من الله ومنك ويلادنا شوف لنا ويلادنا وين، طلبنا من الله ومنك يا خميس الخنجر يا أخو سعدة، ترى احنا بالله وبيك السلام، ولدكم ما أخذينهم شو يصير بحالكم، الأب والأم مثل ما هسه احنا قلوبنا نار صايرة مشتعلة. في اليوم العالمي للاختفاء القسري ومنذ أكثر من 5 سنوات ما يزال هؤلاء الأطفال ينتظرون أن تتحرك ضمائر المسؤولين الذين خذلوهم تحت قبة البرلمان، تطلق هذه العوائل صرخات لعل وجها انتخابيا جديدا يسمع صرخاتهم. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. في الأنبار أيضا، نظم ناشطون وصحفيون في الرمادي وقفة تضامنية مع ضحايا التغييب القسري وذويهم تزامنا مع اليوم العالمي للاختفاء القسري، وطالب الناشطون السلطات المعنية بتحرك جدي لكشف مصير المختفين قسرا وعدم التغاضي عنهم، فيما شددوا على ضرورة أن تبدأ الحكومة بخطوات فعالة لتعويض ذوي الضحايا الذين بات أغلبهم بلا معيل يساندهم في ظل الظروف القاسية التي تخيم عليهم. اليوم موجودين ويانا أبهات مغيبين وأطفال مغيبين وعوائلهم، كلهم يطالبون الحكومة بكشف مصير الأشخاص المغيبين بعد عمليات التحرير، عندنا هواية مغيبين. مثل ما تعرف احنا المحافظة الأنبار أو العراق مر بصراعات عديدة من 2003 لحد الآن، هاي الصراعات أدت إلى فقدان كثير من الأشخاص بالعراق وبمحافظة الأنبار خاصة، عندنا أعداد كبيرة من المفقودين داخل المحافظة، ولكن للأسف يعني احنا سوينا هاي الوقفة التضامنية حتى بلكت يعني أحد يلتفت للعوائل ويبحث عن مصير الأشخاص المفقودين، لأن احنا صار لنا هواي لحد الآن ناشد ويعني نبحث عنهم ولكن بدون جدوى. بعدما تمكن من فك طلاسم جرف الصخر، يتحرك تحالف عزم لتفكيك عقدة أزمة المغيبين بهدف كشف مصيرهم وإنصاف ذويهم. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. سنوات عجاف مرت منذ فقدانهم، مغيبون قسرا يتجاوز عددهم 7,000 في محافظة الأنبار باتوا طي الكتمان دون أي تحركات بخصوص هذا الملف سوى الجهود المبذولة من قبل تحالف عزم والشيخ خميس الخنجر للكشف عن مصير الأبرياء الذين أخفوا قسرا دون ذنب أو جريمة تذكر. نحن كتحالف عزم لم ندخر جهدا إلا وطرقنا كل الأبواب من أجل إيجاد ما إذا كانت لديهم أمل في أن نضع لأهاليهم ولو فرصة ليتعرفوا على ذويهم أين مصيرهم. الأخ الشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف عزم أكد في أكثر من لقاء على حرصه الدائم على إيجاد مصير هؤلاء في أكثر من محفل، ولديه اجتماعات كثيرة ولقاءات كثيرة مع الشركاء السياسيين من أجل إيجاد حلول لهؤلاء المغيبين. ذوي الضحايا يطالبون بتسليط الضوء على ملف المغيبين قسرا،
ويجددون الدعوة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير آلاف المختفين دون معرفة مصيرهم منذ سنوات، في حين تقف السلطات الحكومية مكتوفة الأيدي دون اتخاذ أي خطوة للكشف عن مصيرهم. اليوم 6 سنوات يعني ما يعرفون أولادهم وين، يعني احنا الابهات، يعني احنا الابهات، يعني هسه انا شو نقول؟ يجي علي يسالني ابنه يقول لي جدي اريد بابا وين؟ يعني يروح عمره 30 يوم ابنه يقعد بالمدرسه، اليوم صار عمره 7 سنين ما يشوف ابوه. يعني احنا من نروح عليهم نقول احنا ما بدينا شيء، الحكومه تقول احنا ما بدينا شيء، احنا علم ان نراجع لمن نقول؟ فاحنا نطلب من الحكومه ونطلب من اي واحد، نطلب المرجعيه ونطلب اي واحد كان، نقول له عمي احنا نريد ولادنا، ولادنا اليوم صار 6 سنوات 7 سنوات ما نعرفهم وين ما وين. وفي اليوم العالمي للاختفاء القسري يأمل أهالي الضحايا أن تساعد هذه المناسبة في لفت الانتباه إلى قضيتهم، مما قد يعين إلى معرفة أخبارهم والكشف عن أماكن إخفائهم. لقناة الفلوجة، إدريس يحيى. تنضم إلينا عن هذا الموضوع من الفلوجة المرشحة عن تحالف عزم أريج الجميلي. سيدة أريج مرحبا بك، ما هو تقييمكم للجان الحكومية وكذلك العاملين في هذا المجال منذ سنوات؟ هل كانت على مستوى المسؤولية من مأساة المغيبين؟ سيدة أريج أنا أعتذر للمقاطعة لكن الصوت غير واضح، ريثما يتم تضبيط الصوت بشكل أفضل سنعود إليك في وقت لاحق من هذه النشرة. بالعودة إلى المرشحة عن تحالف عزم من الفلوجة السيدة أريج الجميلي، مرحبا بك مجددا، وإن كان الصوت واضحا سأعود لأسألك عن موضوع المغيبين. هل ترون أن اللجان الحكومية التي شكلت منذ سنوات لمتابعة هذا الموضوع وكذلك القائمين عليه، هل هي بالمستوى المطلوب والذي يوازي مأساة هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم، تحية لجمهور قناة الفلوجة الكريم. طبعا من خلال منبركم الحر نحيي اتحاد أمريكا اللاتينية لرابطات أقرباء ذوي المعتقلين والمختفين، والتي كانت تعمل منذ سنوات ومنذ فترة على متابعة ملف هذا الملف من المختفين قسرا، وجعلت تاريخ 30 من آب هو يوم عالمي للفت الانتباه لهذه القضية الإنسانية. طبعا من المؤسف أن يكون العراق حقق رقم قياسي في هذه القضية الإنسانية، حيث أن يعني من المعيب أن يكون في بلد يعني مسلم وتحكمه أحزاب إسلامية أن يكون في يتصدر يعني أو يعني قوائم الدول الأكثر مشكلة في هذا الموضوع، حيث بلغ فقط في محافظة الأنبار عدد المختفين قسرا والمغيبين ما يبلغ حوالي 12,000 شخص منذ عمليات التحرير وحتى ما بعد عمليات التحرير، منها ما هو في الصقلاوية وقبلها في الرزازة. طبعا من أولويات تحالف عزم هو الملفات الإنسانية بما فيها ملف المغيبين والمختفين قسرا،
حيث أن هذا الملف إنساني بحث لا يخضع للمزايدات السياسية، بل أنه ملف يخص المواطنين، يخص قضايا إنسانية بحتة. تبنى تحالف عزم هذا الموضوع منذ فترة، حيث تم تشكيل لجان للتثبت والتحقيق والتواصل مع عوائل المغيبين لأجل تثبيت معلوماتهم والتحقيق ومتابعة موضوعهم. كما تم تشكيل فريق من المحامين المحترفين، وذلك لمتابعة قضية المعتقلين، حيث أن القضايا الإنسانية هي تصدرت أولويات التحالف، وأهم قضيتين تصدرت يعني أولويات التحالف هي قضية المغيبين وقضية النازحين. نعم. هناك أيضا قضية ثالثة يجب أن نذكرها، وهي قضية المعتقلين، حيث أن التحالف قطع شوطا مهما في متابعة هذه الملف، والتحالف عازم على متابعة الملفات والقضايا الإنسانية وتحقيق النتائج فيها وغلقها نهائيا. طيب، بالعودة إلى نفس السؤال، وهو تقييمكم للجان التي شكلت في السنوات السابقة، وقالوا بأنهم سيتابعون ملف المغيبين بشكل كبير ولن يهدأ لهم بال حتى يعودوا إلى أهاليهم، هل فعلا أوفوا بوعودهم؟ نعم، طبعا مع كل الأسف يعني نقولها أن هناك إخفاقات للجان التي شكلت، حيث أننا لم نرى هناك لجان فعلية، وإنما فقط كانت لجان اسمية، ولم يكون هناك متابعة حقيقية في هذا الملف، حيث أننا لاحظنا أن هناك إهمال حكومي في هذا الموضوع، هناك تقصير حكومي تجاه هذه العوائل. هذه العوائل تحتاج لمعرفة مصير أبنائها، يعني كثير منا يقول يعني أنه هذا الموضوع يعني أثار يعني كثير من الكلام أنه حول أنه موضوع المختفين هو موضوع يعني غير قابل للنقاش، او انه ما يعني ملف شائك، لكن هذا الموضوع وهذا الكلام لا نستطيع ان نقنع به عوائل هؤلاء المفقودين. اليوم العوائل يطالبون ويطالبون الجميع بمعرفه مصير ابنائهم، فمثل ما تعرفون انه اليوم عندما يكون هناك حادثه وفاه لا سمح الله، اهل المفقود او اهل المتوفي مرور الزمن يعني يتم نسيان هذا الشخص كونه معروف يعني المصير، لكن أن يكون هناك اختفاء وأن يكون هناك يعني عدم معرفة لمصير، وهذا ألم مستمر. طيب. وهذا شيء لا يمكن السكوت عليه، فإن عجزت الحكومة وإن عجز من يمثلهم في معرفة مصير أبنائهم، على الأقل يعني ليعطوهم يعني يصنفوهم يعني ضمن الشهداء لكي يأخذ. طيب. تأخذ عوائلهم الحقوق، يعني كثير منهم هم أصحاب عوائل أصحاب. طيب. أبناء. وهنا يكمن السؤال سيدة أريج، ذكرت عوائل المغيبين وأوضاعهم، يعني هل تتابعون ملف عوائل المغيبين، خصوصا لو تحدثنا بأنه أغلب من تم تغييبهم هم يعني من يعيلون هذه العائلة وهم اليوم بلا معيل؟ نعم سيدي الكريم، هو نحن نتحدث في هذا الموضوع أنه إذا عجزنا أو عجزت الحكومة أو عجز من هم أصحاب القرار وهم من حاليا يتصدرون المشهد السياسي عن معرفة مصير يعني هؤلاء الناس، مصير يعني هؤلاء الأشخاص المفقودين الذين لديهم عوائل، على الأقل يتعاملوا معهم وليصنفوهم على أنهم هم شهداء لكي يحصلوا على حقوق الشهداء يعني ك يعني منح مادية أو تعويضات لعائلة أهلهم، يعني هذا يعني أقل ما يمكن أن يقدم لعوائل هؤلاء المفقودين. يعني اليوم لا يمكن أن تترك الأم وتترك الزوجة وتترك الأطفال بدون معيل بدون مصدر للعيش، حيث أنهم أغلبهم الآن بدون رجال، يعني فقط النساء والأطفال. فهذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا، وهي قضية إنسانية بحتة. نتمنى من الجميع الالتفات لهذا الموضوع، وأن يعني يكون الناس يعني يسمون بالبرامج الانتخابية، وأن لا تعتبر إنه هذه دعايات انتخابية بقدر ما أنه هي تعتبر ملفات إنسانية يجب متابعتها قبل وبعد الانتخابات. مرشحة تحالف عزم من الفلوجة سيدة أريج الجميلي، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة.
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن الجميع متضرر في المنطقة بسبب النزاعات والحروب، وقال في كلمة خلال افتتاح أعمال ملتقى الرافدين ببغداد العاصمة أن الانتخابات القادمة بالعراق يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو الحلول الراهنة. يقينا أن المنطقة بحاجة ماسة إلى منظومة جديدة، منظومة عمل سياسية وأمنية واقتصادية تستند على القيم والمشتركات الكثيرة التي تتقاسمها دول المنطقة وتحقق المصالح المشتركة لشعوب بلداننا وتأخذنا نحو تخفيف التوترات وإنهاء الأزمات، كما يستدعي منا كسياسيين وكنخب وفعاليات اجتماعية الانطلاق نحو حوار جديد يبحث في أسباب الأزمة الداخلية بنظرة موضوعية محايدة وتوضع الأفكار والحلول أيضاً بموضوعية، إذ أن استفحال الفساد وسوء الإدارة وضعف الخدمات وتشكيك الشعب بشرعية النظام أزمات لا يمكن التهاون فيها والمراهنة على صبر مواطنينا. ونحن على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاق العراقي الأهم وهي الانتخابات التشريعية في 10/10، والتي يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو حلول حقيقية للأوضاع الراهنة. بدوره دعا أمين عام حركة الوفاء عدنان الزرفي المواطنين إلى اغتنام فرصة الانتخابات المقبلة لتغيير المشهد السياسي، مؤكدا أن القوى المنبثقة مؤخرا يمكن أن تكون بديلا للقوى التقليدية. افترض الجمهور أن يميز بين القوى السياسية الغير فاعلة والغير منتجة خلال السنوات الماضية، وأن لا يقارنها بالقوى السياسية الجديدة التي تحاول أن تقدم جهد جديد وخدمة جديدة للبلاد. وقال وزير الخارجية الأسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشير زيباري إن عقلية الاستحواذ لا ينبغي لها أن تحكم العملية السياسية، وأن التفاهمات السياسية يجب أن تؤسس على مبدأ الشراكة والتفاعل بين المكونات العراقية. نظام الانتخابي سقلت لك أحد المشاكل، يعني لو كانت عندنا دائرة واحدة ربما الكل يستفيد من أصوات الآخرين كل المناطق، نزلناها على مستوى المحافظات، هسه نزلناها على مستوى الأقضية، الله يستر بعدين على مستوى النواحي ايش راح تصير الى اخره. النقطة الأخرى التفاهمات حقيقة السياسية، يعني صحيح نحترم حكم الأغلبية، نحترم انه الأخوة الشيعة هم أغلبية، هم الحكم بيدهم، بس حقيقة لازم يكونون الأخ الأكبر يحتضنون الآخرين. يعني النظرة تكون بهذا الشكل إطلاقا، مو على أساس أنا أحصل كل شيء اللي أريده وأنت على باب الله مثلا. لا والله، يعني لازم بيها مشاركة، لازم بيها تفاعل إيجابي يعني مع الكل. من جهته شدد وزير الداخلية عثمان الغانمي على أن القوات الأمنية ستقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية ولن تنحاز لأي جهة كانت في الانتخابات المقبلة، مؤكدا تشكيل لجنة أمنية عليا لتأمين جميع مراكز الاقتراع في البلاد. القوات الأمنية على مقربة من قبل كل الكتل بخط واحد، عدم الانحياز، ومن يتوقع هكذا فهو خاطئ. لماذا؟ لأن تم تعديل الولاء الوظيفي في كل من المؤسسات الأمنية، إضافة إلى تفعيل القضاء في هذا الجانب، تم إعداد خطة أمنية عليا من قبل اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات، واستخدمت بها أكثر موارد وزارة الداخلية باعتبار تكون بتماس مع المراكز الانتخابية. في السياق نفسه أكد القنصل الأمريكي في كردستان روبرت بالدينو التزام الرئيس جو بايدن طويل الأمد مع العراق وأقليم كردستان بخصوص الانتخابات المقبلة، مشددا على عدم دعم أي مرشح أو حزب معين في العراق، في وقت أشار فيه إلى أن الحكومة الأمريكية تدعم الحكومة العراقية في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة. الحرب مع داعش لم تنتهي بعد،
وأن الرئيس بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بدعم العراق وأقليم كردستان. نحن ملتزمون باتفاق طويل الأمد مع العراق والأقليم. وبشأن الانتخابات القادمة، نحن لن ندعم أي مرشح أو حزب معين في العراق، ولكن الحكومة الأمريكية تدعم الحكومة العراقية في إجراء انتخابات نزيهة. واشنطن تدعم عملية التصويت وتتمنى من العراقيين أن يمارسوا حقهم في التصويت، لأن استقرار الشرق الأوسط عبارة عن استقرار العراق. دعوة رئاسية لعقد مؤتمر داخلي على غرار مؤتمر بغداد الأخير لردم الفجوة بين الكتل السياسية واتخاذ الانتخابات منطلقا لتغيير حقوقي. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. قمة بغداد التي جمعت دول الأضداد الإقليمية بنجاح سبقت قمة معلقة لم تعقد بين الأضداد المحليين، يقول رئيس الجمهورية التي دعا إليها في كلمة له أمس ببغداد، تصريح يؤكد على وجود فجوة محلية سياسية بين جميع الكتل السياسية. دعوة رئيس الجمهورية دوما مرحب بها، وأعتقدها تصب في مسار أن لملمت الوضع العراقي حتى وإن لم نتفق في التفاصيل، فلنتفق على المبادئ العامة: وحدة العراق، سيادة العراق، حفظ هيبة الدولة، حصر السلاح بيد الدولة، إبعاد السلاح المنفلت، الاحتكام إلى الديمقراطية عند الخلاف. أعتقد هذه دعوة جيدة وممتازة ونحن نؤيدها بقوة. هذه دعوات محترمة، بس احنا اصلا من شهر الواحد اطلقنا مبادرة الحوار الوطني، كان اكو مؤتمر مع القمة هو مؤتمر الحوار الوطني وحضر السيد الكاظمي، لكن المقصود انه للاسف احنا كنا نريد الحضور ان يكون من مختلف الاطياف، مختلف الموجودين اللاعبين الرئيسيين بالشارع العراقي. نتمنى ان الان بالانتخابات او بعد الانتخابات يصير في الجلسة واضحة المعالم للجميع من اجل انه نتخطى هذه الفترة العصيبة. جلسات الحوار مهمة جدا، وانا ارى بانه السيد رئيس الوزراء من اكثر الناس اللي يؤكدون على موضوعة الحوار. دعوات رئيس الجمهورية لانعقاد قمة لتغريب وجهات النظر السياسية لقت ترحيبا واسعا لحل الخلافات العميقة والاتفاق على وحدة وسيادة البلد وحصر السلاح بيد الدولة. نحتاج ككتل سياسية أن تجلس فيما بينها على مستوى عالي، على مستوى الزعامات أيضا، على مستوى أقل من ذلك، حتى تعطي انطباع للشارع العراقي أنه هدف الكتل السياسية من وجودها في السلطة هو خدمة الشعب العراقي وبداية منعرج جديد لعملية سياسية جديدة بعد انتخابات عام 2021. وأكد صالح على ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة نقطة انطلاق نحو حلول حقيقية ليست هدفا لإنجازه، بل وسيلة للإصلاح والتغيير وضمان الإرادة الحرة للعراقيين في انتخاب ممثليهم بعيدا عن الضغوط والتلاعب وضمان المشاركة الشعبية الواسعة. من بغداد، أنس يوسف، قناة الفلوجة. أما الآن ينضم إلينا عضو ائتلاف النصر الدكتور سلام الزبيدي. أهلا بك دكتور سلام، طبعا ممتنون لتلبية الدعوة. نبدأ من الدعوة الرئاسية لقمة سياسية، وذلك على إثر نجاح قمة بغداد للتعاون والشراكة التي عقدت السبت. كيف تنظرون إلى تلك الدعوة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل التحايا لحضراتكم ومن خلالكم إلى مشاهديكم الأكارم. يعني اليوم حقيقة يحتاج البلد أن يكون هناك تكاتف ودعوة خالصة لكل الفرقاء السياسيين أن تتوحد الجهود من أجل نجاح الانتخابات القادمة، اللي هي تعتبر انتخابات مفصلية في تغيير شكل النظام السياسي والبنية الأساسية للنظام من خلال التغيير الكامل لكل الآليات والعرف السياسي الخاطئ الذي بنت عليه العملية السياسية التي يعني حقيقة سلكت طريق المحاصصة والتوافق، يعني وللأسف نظام شيني وشيلك، اخدمني وخدمك. يجب أن نتخلص حقيقة من عبء المرحلة السابقة وتبدأ مرحلة جديدة في دعم الانتخابات وصناديق الاقتراع، وأيضا أن تتفق القوى السياسية على مشروع وطني
يستطيع أن يدعم ورقة أو وثيقة الحوار الوطنية التي وقع عليها أغلب القادة والزعماء الممسكين بزمام السلطة، والتي حقيقة أجبرت السيد الصدر للعدول عن قراره بالرجوع إلى الانتخابات. نتمنى أن تكون القمة القادمة تجمع كل الأطياف العراقية وكل المكونات تحت خيمة واحدة وتحت مظلة واحدة، وأن يكون الشعار هو شعار الوطن، وأن يكون العراق هو عراق المركز لا عراق الولاءات ولا الاصطفافات. يجب أن نقدم مصالح بلدنا وشعبنا، وأن ندعم المفوضية والحكومة في إجراء انتخابات حرة نزيهة عادلة تحقق تكافؤ الفرص للجميع من أجل الحصول على برلمان قوي ينتج لنا حكومة قوية يشارك بها الجميع، تبني لنا دولة مؤسسات ولا تلغي الآخر. نعم، بالتالي هل نفهم مما تفضلت به دكتور سلام بأننا نتحدث عن قمة سياسية مرتقبة في المرحلة القريبة المقبلة؟ نعم، يعني اليوم أعتقد الحكومة هي جادة في أن تحتوي الجميع وأن يعني تضم كل الفرقاء السياسيين تحت طاولة أو تجمعهم على طاولة واحدة يعني حقيقة تذويب الخلافات، تحديدا في هذه المرحلة اللي يحتاج أن تتضافر كل الجهود وحقيقة أن يعني نلغي الخلافات بالوقت الحاضر من أجل دعم العملية السياسية. وأيضا اليوم هناك يعني حقيقة عزوف من المواطن العراقي، رسائل خاطئة للشارع تصل عن طريق الصراعات والتنافس على الزعامات بين المكونات، هذه أوصلت رسالة إلى الشارع ممكن أن تؤدي إلى عزوف كبير ومقاطعة للناخب للانتخابات. وبالتالي أعتقد ممكن أن يكون اجتماع القوى السياسية بعد يعني تبنيهم القرار الوطني ودعم الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص وإلغاء النفوذ السياسي والهيمنة وترك الفرصة للآخرين، أعتقد هذه ممكن أن تكون رسالة اطمئنان للشارع وللناخب والمرشح على حد سواء بأن القوى السياسية جادة في أن تعالج كل الأخطاء السابقة وتلغي الخلافات. طيب، وتضع أمام عينها العراق وحده، وبالتالي أعتقد اليوم المعيار الحقيقي هو المشروع الوطني وصناديق الاقتراع المهمة دكتور سلام. المهمة يعني بسهولة عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مهمة يعني عقد قمة سياسية، تلك القمة يعني ربما ستفضي إلى تأمين الانتخابات والذهاب نحو أو الاتفاق على عقد سياسي جديد. نعم سيدتي الكريمة، تعرفين يعني حتى انعقاد القمة الإقليمية في بغداد كان لها دور كبير بأن تعطي بعد دولي لدعم الحكومة ودعم الانتخابات، وكانت رسائل كل الدول وزعماء الدول المشاركين حقيقة في هذه القمة كانت هي رسالة إلى الشعب العراقي بأن يكون هناك التفاف ووحدة صف من أجل عودة العراق إلى قوته وإلى حضن المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأن يكون عراقا قويا متوحدا يحقق المصالح العامة للشعب. وبالتالي هذه ممكن أن تدفع إلى أن تعقد قمة سياسية تدعم القمة الإقليمية. هذه القمة السياسية تجمع كل الأطياف والمكونات وتلغي العرقية والإثنية والمكوناتية. يجب أن يعني الجميع ينظر إلى مصلحة واحدة هي مصلحة البلد والمصالح شعبنا، وأن نبدي مرحلة جديدة حقيقة حتى نستطيع أن نلغي جميع الأخطاء السابقة ونتحقق في نقدم خدمة للمواطن من خلال برلمان قوي ينتج حكومة قوية قادرة على استيعاب كل الأزمات السابقة وحلها في الوقت القريب إن شاء الله. عضو ائتلاف النصر الدكتور سلام الزبيدي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. على الرغم من مرور شهرين على موعد إنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، فإن احتدام الصراع بين الكتل السياسية مع اقتراب الانتخابات قد يقضي على أي محاولات لحسم هذا الملف. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
شهران مر على موعد إنهاء ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ولم يحسم لغاية الآن، الأمر الذي يعده قانونيون مخالف للدستور ولقانون الموازنة الحالي، لافتين إلى أن مخصصات تلك المناصب التي تدار في الوكالة يجب أن تتوقف منذ 30 من حزيران الماضي، وأن قرارات شاغلي هذه المناصب باطلة ولا أثر لها. منذ فترة طويلة شهدنا أن هذه الدرجات تشغل بالوكالة، وهذا مخالف للقانون. يعني من يتحمل المسؤولية الآن؟ الحقيقة هو من عين يمارس واجباته الوظيفية يعني بالتأكيد، ويمارس صلاحياته بموجب المنصب. ويؤكد مراقبون أن المحاصصة السياسية تعقد حسم ملف الدرجات الخاصة، لا سيما مع قرب الانتخابات ومحاولة كتل سياسية زيادة ثقلها الانتخابي من خلال استحواذها على مناصب المديرين العامين والهيئات المستقلة، وهو السبب الرئيسي بتعطل إنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة. هناك تأجيل لهذا الملف لحين يعني إجراء الانتخابات وما بعده. المفروض على الكتل السياسية وكذلك على الحكومة العراقية الحالية أن تذهب بعيدا في إنهاء هذا الملف بغض النظر عن إرادات الكتل السياسية، خصوصا أن الدرجات الخاصة يعني موزعة فيما بين المكونات العراقية الأساسية. ولجأت الحكومات المتعاقبة إلى إشغال مئات المناصب بالوكالة بسبب صعوبة التوافق السياسي والحصول على الأغلبية اللازمة للتصويت على أسماء المرشحين تحت قبة البرلمان، وهذا ما تسبب بتراكم هذه المناصب إلى أكثر من 5000 منصب يدار بالوكالة بحسب مراقبين. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. دبلوماسيا، أكد السفير الإيراني في العراق إرج مسجدي أن بغداد العاصمة استضافت 3 جولات من الحوار بين إيران والسعودية، موضحا أن الجولة الرابعة ستجرى بعد تشكيل الحكومة في طهران، مبينا أن بلاده ترحب دوما بالحوار والتفاوض أساسا لحل الملفات العالقة. ومن خلال تعاون الحكومة العراقية كانت لدينا 3 جولات من الحوار مع السعودية في بغداد، والدور بعد تشكيل الدولة الجديدة في إيران إدامة خواهد سوف تتواصل بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إيران، لذلك نحن مستعدون لأي نوع من الحوار في إطار الاحترام المتبادل. همچنين با دوستان عربستان السعودي. كذلك مع الأصدقاء في العربية السعودية. هذا وأعرب السفير التركي في العراق علي رضا جوناي عن دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، مؤكدا أن العراق الآمن المستقر يعني تركيا آمنة مستقرة، فيما جدد مساندة تركيا لجهود إجراء الانتخابات في تشرين الأول، مبينا أن الكاظمي نجح في مد جسور التواصل مع دول الجوار والعالم، وأن قمة بغداد تعد قصة نجاح. As a neighbor, I am sure... تركيا تدعم أمن واستقرار وسيادة العراق، لأن العراق الآمن والمستقر يعني تركيا آمنة ومستقرة. كل ما يحدث في أرض العراق يؤثر مباشرة وفورا على تركيا. ندعم إجراء الانتخابات في العراق ونأمل أن تساعد العراقيين على تحسين واقعهم. الكاظمي يملك رؤية واضحة لمحاربة الفساد ونحن داعمون له، وهو الشخص الذي استطاع تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية في الأشهر الماضية، وقد كانت قمة بغداد قصة نجاح. فرنسا الواصلة مؤخرا إلى الساحة العراقية الطامحة إلى لعب دور إيجابي في إرساء الاستقرار وتفعيل الاستثمار، تبدأ أول تحدياتها بالتوسط بين بغداد وأربيل لحل الخلافات العالقة بينهما. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. دلالات ونتائج وأبعاد خرجت بها زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون ولقاؤه بقادة الإقليم، التي أكدت على التعاون المشترك في مختلف المجالات ومكافحة الإرهاب ومهام التحالف الدولي التي تعتبر فرنسا عضوا فاعلا فيه. فيما يرى الإقليم أن فرنسا شريك اقتصادي أساسي مهما له.
شددنا على ضرورة توسيع رقعة العلاقة بين الجانبين والاستمرار بالدعم الفرنسي لإقليم كردستان وللعراق، وخصوصا في الحرب ضد إرهابي داعش. ملفات أخرى مهمة كانت على طاولة الحوارات تمثلت باتفاق سنجار الأمن والإداري الذي يعتبر حجر عثرة في العلاقات بين المركز والإقليم، خصوصا بعد سيطرة الجماعات المسلحة الخارجة على القانون على مناطق واسعة منه، حيث أكد ماكرون على بذل الجهود لتفعيل هذا الاتفاق وتوفير بيئة آمنة لعودة نازحيه. أكدت أيضا للقيادة الكردستانية وطمأنت الرئيس بارزاني بإخلاص شعب فرنسا لشعب كردستان. وللقضايا العالقة والشائكة والتي تقف في مقدمتها الاستحقاقات النفطية والمناطق المتنازع عليها وإطلاق حصة إقليم كردستان من الموازنة نصيب من الدعوات التي أطلقها ماكرون بضرورة الإسراع بحل جميع تلك الملفات على أسس دستورية عادلة، خصوصا أن فرنسا لاعب أساسي في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين. بالتأكيد هناك علاقات قوية تكاد تكون بين فرنسا وإقليم كردستان أقوى من بين فرنسا والحكومة العراقية، وهذا جاء اليوم توثيق وبدت مراسيم وكرنفال استقبال السيد ماكرون، وهذا يصب في صالح حكمة السياسة في حكومة إقليم كردستان. من أربيل بشير الحسن، قناة الفلوجة. اقتصاديا، أكد النائب محمد الشيع السوداني أن بيئة العراق تعد طاردة للاستثمار وليست جاذبة، مشيرا إلى أن المستثمر يحتاج لاستحصال أكثر من 89 توقيعا وموافقة رسمية للحصول على إجازة الاستثمار، وأن هذه الإجازة لا تحميه حتى من التجاوزات على الأراضي الممنوحة للاستثمار. المستثمر حتى يحصل أرض للاستثمار يحتاج ل 89 توقيع، 89 توقيع بين أكثر من وزارة ومؤسسة وهيئة حتى يوصل للأرض، وإذا وصل للأرض ولقى عليها متجاوزين هذا فموضوع ثاني. هذه الأسس والمقدمات المهمة المطلوبة في البيئة الجاذبة، من نشوف الوضع الحالي بالتأكيد ماكو وجه للمقارنة، ما موجودة، كلها ما موجودة، لا من الدولة وفكرها ولا أسلوب الإدارة العقيم ولا احتضان المستثمر، لا بل أكو تقييد على المستثمر. الآن الآفة اللي تهدد الدولة العراقية اللي هي الفساد، اليوم المستثمر ما سالم على ماله. أثار تأخر إطلاق المخصصات الاستثمارية من الموازنة شكوكا لدى الشارع حول اتفاقات وراء الأبواب المغلقة لاستغلال الأموال والمشاريع المعلقة قبيل الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية المتنافذة. أكثر من 7,000 مشروع في عموم البلاد متوقف عن العمل، منها 10 مستشفيات لا تزال في مرحلة الإنجاز إلى جانب القطاعات الأخرى. إنجازها كان مرهون بإعلان موازنة العام الحالي التي لم تطلق رغم مرور 5 أشهر على إقرارها، والأسباب كثيرة، والحديث يدور عن توقعات بوجود اتفاق بين الأحزاب السياسية المسيطرة على المحافظات مع الحكومة لضخ الموازنة مع قرب الانتخابات لتستغل من قبل الأحزاب في الدعاية الانتخابية. أنا لا أعتقد الحكومة ترغب بضخ الموازنة حتى تستغل، لأن الحكومة أصلاً رئيس الحكومة وأغلب الوزراء والكابينة الوزارية لم يقوموا بالترشيح وليس لديهم أحزاب. من يرغب هي بعض الكتل السياسية داخل البرلمان التي تحاول استغلال الموازنة، استغلال التعيينات وحتى على المستوى الخدمات. مشاريع استثمارية لم تنجز وموازنة اتحادية لم تطلق، أولى أسبابها إجراء البرلمان بعض التعديلات على تخصيصات مالية لقطاعات مختلفة من دون العودة إلى الحكومة لتقدم الأخيرة طعنا بهذه الموازنة، حيث ترى أن المشاريع التي خصصت لها المبالغ في الموازنة الاستثمارية وجهت لشركات تابعة للأحزاب بحسب مراقبين. إن الكثير من الأحكام المطعون بها أمام المحكمة العليا من قبل الحكومة هي أحكام غير دستورية، وبالتالي ستكون إجابة المحكمة على كثير
مما طعنت به الحكومة بالإيجاب، يعني تؤيد الحكومة في طعنها، والقليل يكون ذلك. لذلك نحن في انتظار 1/9 اللي هو الموعد المحدد لكي تصدر المحكمة قرارها، لنعرف من هي الأحكام الواجبة التنفيذ ومن هي الأحكام غير الواجبة التنفيذ. الأول من أيلول المقبل، الحكومة على موعد مع المحكمة الاتحادية لإصدار حكمها على مواد طعنت بها في موازنة 2021 والبالغ عددها 9 مواد، والتي تعد روح الموازنة كما وصفها خبراء في القانون. ويتوقع مراقبون أنه لن يكون هناك قانون موازنة عامة اتحادية لسنة المالية 2022، إذ إنها تعتمد على الوضع السياسي، لا سيما الانتخابات إن جرت بموعدها المحدد، وبالتالي سيكون البديل المحتمل تكرار تطبيق موازنة العام 2021. ندى المرسومي من بغداد، قناة الفلوجة. ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ صفوان قصي. مرحبا بك سيد صفوان. يعني بعد قمة بغداد يبدو أن العراق هو منطقة استثمارية جديدة لدول العالم، لكن كيف سيكون بهذه القدرة؟ وكما قال النائب محمد شياع السوداني بأنه يحتاج أي مستثمر أن يدخل إلى العراق إلى 89 توقيع وموافقة رسمية من أجل أن يبدأ استثماره هناك، رغم أن العراق لديه الثروة البشرية والاقتصادية. بالبداية رحب حضرتك وبالجمهور الكريم. حقيقة نعم، العراق من حيث الموارد يستطيع جذب الاستثمار. الحكومة ضمن منهج الإصلاح الحقيقة المتبع حاليا تحولت من تغطية العجز إلى التنويع الاقتصادي. نعم. وجود قادة دول وممثلين هذه الدول الإقليمية والعالمية أيضا وجي 20 حاضر في هذا المؤتمر يدل على أن العراق يمتلك عقلية استثمارية على المستوى الحكومي. نعم، أتفق مع الرأي الذي يذهب إلى أن الإجراءات لا تزال حقيقة بحاجة إلى إعادة تأهيل لكي يكون المستثمر قريب من الأسواق العراقية من حيث إعادة تأهيل النظام المصرفي. لاحظنا أن عملية الانفتاح الاقتصادي تتطلب تشابك للعلاقات التجارية ومدن تجارية، إعادة تأهيل خطط النقل سواء البري أو السككي وحتى البحري، عملية خلق شراكات اقتصادية استراتيجية تؤدي إلى التكامل. يعني مفردة التكامل التي يركز عليها المؤتمرون أن العلاقات الاقتصادية تنمو إلى مرحلة بحيث يمكن للاستثمارات أن تستغل الطاقة غير المستغلة في كل دول المجموعة، بمعنى أن هذا التكتل الاقتصادي لو كتب له أن يتحول إلى عقود على مستوى أهداف استراتيجية وتجزأ إلى مراحل، طبعا بإشراك القطاع الخاص. طيب. القطاع الحكومي يضع سيناريو للتشابك السياسي. نعم. وتسهيل مهمة الضمانات. بالمقابل هذه القيود التي وضعت من قبل الفاسدين، يعني الفاسدين هم الذين تسللوا إلى القوانين ووضعوا 89 توقيع كما أشار السيد النائب. طيب، هذه 89 توقيع، عذرا المقاطعة سيد صفوان، بصفتك خبير اقتصادي كيف يمكن تذليل هذه العقبات الكبيرة أمام المستثمر من أجل أن يكون هناك سلاسة في التعامل أكثر والدخول إلى السوق العراقية بشكل أكبر؟ الحقيقة مجلس إعادة إعمار العراق يستطيع أن يحول الموازنة الاستثمارية كمصدر من مصادر تمويل المشاريع إلى مجلس إعادة الإعمار، وهيئة الاستثمار الوطنية تمتلك المشاريع وتهيئ الأرضية المناسبة قبل أن تعرض على المستثمرين هذه الفرص. يعني الدائرة المعنية هي هيئة الاستثمار، تقوم باستملاك الأرض وتسجيلها باسم الهيئة وتوفير الخدمات التي يحتاجها المستثمر قبل أن تقوم بعملية عرضها، طبعا بإشراف مجلس إعادة الإعمار. يعني هناك إمكانية لوضع مشاريع ممولة من الحكومة عن طريق الموازنة الاستثمارية. نعم. وفك ارتباط الموازنة الاستثمارية وتحويلها إلى سلطة مجلس إعادة الإعمار، بمعنى القضاء على يعني حقيقة الهيئات الاقتصادية التي سيطرت على الوزارات الاتحادية. نعم. يعني نحن نطالب من خلالكم أن يكون مجلس إعادة إعمار العراق بشراكة مع
الشركات العالمية التي لا تدفع العمولة وبإشراف ديوان الرقابة المالية، وأن يمول من جانبين، من جانب هيئة الاستثمار باعتبارها فرص استثمارية، ومن جانب الموازنة الاستثمارية. نعم، وضحت الفكرة. وأيضا المهندسين الذين يمكن تمويلهم من خلال الحكومة. شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الأستاذ صفوان قصي على هذه المداخلة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. لا دولة في العالم تتقدم على العراق في أعداد المفقودين. اليوم العالمي للاختفاء القسري يذكر السلطات بآلاف المغيبين. بعد فك طلاسم جرف الصخر عازم على تفكيك أزمة مغيبي المدن المحررة ويتحرك لصرف التعويضات المتعثرة. دعوة رئاسية لقمة سياسية توازي الإقليمية وتردم الهوة بين الفرقاء، وخطة أمنية استثنائية لتأمين صناديق تشرين. ثلاث جولات من الحوارات الإيرانية السعودية على طاولة بغداد، وأنقرة تقول العراق الآمن يساوي تركيا آمنة. المستثمر يحتاج إلى 89 توقيعاً لاستحصال إجازة الاستثمار، والموازنة الاستثمارية مجمدة منذ 6 أشهر. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، دمتم بعافية.